عنا التليل. مدام عم تحكي خير احكي قد ما بدك، وإلا فالصمت أفضل، وإلا فالصمت أفضل. اليوم كثير من الناس اللي بيطيل الصمت بيحكوا عنه هذا إنسان عنده حالة نفسية مش اجتماعي، مرات بتخوثوا عليه بيقولوا عنه أهبل بيعرفش يحكي. والنبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من صمت نجا، من صمت نجا، وقال عليك بطول الصمت. إذن هذه من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام، أوصانا بأن نطيل من الصمت. ولكن في الخير ماذا قال؟ قال إلا من خير، يعني بس يكون كلامك فيه مصلحة، فيه خير، فيه فائدة، إن كان بذكر، إن كان بقراءة قرآن، إن كان بإعطاء فوائد دينية، إذا كان في حديث عن بأمر بمعروف نهي عن منكر، كلام فيه خير فكثر منه. بس هل الواقع اليوم إنه الأكثر من الناس بتكلموا بكلام فيه خير؟ في كلام يتكلم به كثير من الناس لا خير فيه، هذا إذا ما كان فيه معصية، وإذا ما كان فيه في بعض الأحيان كفر والعياذ بالله تعالى. فعلينا أن نعمل بما قاله عليه الصلاة والسلام، من صمت نجا، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك.